بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة الطلاب، الأخوات الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا النهاردة بنكمل في موضوع الأوراق التجارية. تعالوا في البداية نراجع على أهم عناصر المحاضرة السابقة. المحاضرة الماضية تكلمنا في البداية عن مفهوم الأوراق التجارية ومزايا الأوراق التجارية، وعرفنا أن الأوراق التجارية لما بنستخدمها بتدينا بعض المزايا، لأن بيبقى فيه مرونة في التعامل، وأيضا بيبقى فيه إمكانية أن أنا أتصرف في هذه الأوراق، بحيث أن مثلا لو مستعجل وعايز فلوس أو عندي مشاكل سيولة ممكن أبيعها للبنك، أو ممكن أظهرها أو أحولها للغير سدادا لدين عليا. ايضا اتكلمنا عن انواع الاوراق التجاريه، وعرفنا ان احنا عندنا ثلاث انواع اساسيه، وهي الكمبياله والسند الاذني والشيك. وقلنا ان بنركز اكتر على الكمبياله والسند الاذني لان هم بيخضعوا لاحتمالات التصرف في الاوراق التجاريه، اما الشيك بنستبعده باعتبار انه اداه للسداد او التحصيل الفوري. اتكلمنا ايضا واحنا بنتكلم على انواع الاوراق التجاريه، اتكلمنا عن أشكال الكمبيالة وأطراف الكمبيالة، وقلنا أنها ثلاث أطراف: الساحب والمسحوب عليه والمستفيد إن لم يكن هو نفسه الساحب. اتكلمنا أيضا عن السند الإذني وشفنا شكل السند الإذني، وقلنا أنه في السند الإذني فيه طرفين اللي هم الساحب أو الداين والطرف الآخر المسحوب عليه أو المدين. وأيضا اتكلمنا عن أهم الفروق بين الكمبيالة والسند الإذني، واتكلمنا بعد كده عن المعالجة المحاسبية للأوراق التجارية. وقلنا إن الأوراق التجارية اللي احنا بنتكلم عنها في موضوعنا بصفة أساسية هي الكمبيالة والسند الإذني. الكمبيالة والسند الإذني لما يكونوا في حوزتي، يعني هحصل بيهم، يعني لما أسحب على المدين كمبيالة اللي هي في حالة البيع الآجل، مش كده؟ يبقى في حالة البيع الآجل بسحب كمبيالة على المدين، أو هو يتعهد ليا بسند إذني، يتعهد بسداد المبلغ بعد تاريخ معين. أصبحت الأوراق دي في حوزتي، دي تعد بمثابة أصول بالنسبة لي، ممتلكات بالنسبة لي، إنها أموال مؤجلة التحصيل، مش كده ولا إيه؟ فبنعتبرها أوراق قبض، بنسميها أوراق إيه؟ أوراق قبض. وفي نهاية الفترة إذا جه عليا تاريخ إعداد الميزانية ولم تحصل هذه الأوراق، تظهر فين؟ تظهر في الميزانية في جانب الأصول وضمن الأصول المتداولة، لأنها غالبا بتحصل في الأجل القصير أو خلال فترة سنة أو دورة تشغيل أيهما أطول، وبالتالي تظهر ضمن الأصول المتداولة. ونفس الشيء إذا أنا اتسحب عليا كمبيالة، طبعا لما اشتري على الحساب، يعني لو رحت اشتريت على الحساب، يعني اشتريت ولم أسدد، وسحب عليا كمبيالة من البائع أو الدائن، أو أنا كمنشأة تعهدت بسند إذني لسداد المبلغ بعد فترة معينة، هذه الأوراق من وجهة نظري كمنشأة بنسميها أوراق دفع، بنسميها أوراق إيه؟ دفع، التزامات عليا. يبقى من الكلمة كده التزامات عليا هتظهر فين يا جماعة؟ في جانب الخصوم، وأيضا في جانب الخصوم المتداولة، تظهر في الميزانية، يعني إذا جه عليا الميزانية، تاريخ إعداد الميزانية ولم أسدد، هذه الأوراق تظهر ضمن الخصوم المتداولة. اتكلمنا بعد كده عن احتمالات التصرف في الاوراق التجاريه. طبعا مش هتصرف في ورقه دفع، ده انا هتصرف في ورقه ايه؟ قبض. يعني عندي ورقه هتحصل بعد فتره، ايه هي الاحتمالات اللي ممكن ايه اتصرف فيها في هذه الورقه؟ عندنا اربع احتمالات تناولناهم في المحاضره الماضيه. الاحتمال الاول هو ان انا احتفظ بالورقه حتى تاريخ الاستحقاق او تاريخ التحصيل. عندي ورقه قبض هتحصل مثلا بعد فتره 3 شهور، خلاص؟ فالاحتمال الاولاني اللي هو التقليدي العادي ان انا انتظر حتى ياتي تاريخ الاستحقاق واتوجه للمدين المسحوب عليه الورقه او اللي تعهد بسدادها واقول له انا عايز احصل قيمه هذه الورقه واعمل قيد التحصيل زي ما اشوف. الاحتمال الثاني ان انا ارسال الورقه للبنك للتحصيل، البنك يحصلها بالنيابه عني، وقلنا انه البنك يبقى منظم شويه اكتر من المنشات لان عنده جهات متخصصه في التحصيل وعنده اجنده كده ويقدر ينظم تواريخ الاستحقاق، خصوصا لو كان عندي ايه اوراق قبض كتيره. فالبنك بيحصلها، وقلنا طبعا في الحاله دي افتكروا معانا بقى، في الحاله دي لما البنك
بيوافق على تحصيل هذه الورقة. ساعة الورقة ما بتخرج من عندي أنا بسميها أوراق قبض في رسم التحصيل. إذا ورقة قبض طول ما عندي اسمها ورقة قبض في المنشأة، لما أرسلها للبنك للتحصيل بغير اسمها، بغير اسمها، فهي أصلا ورقة قبض تكون ها كأصل في الطرف المدين، بغير اسمها وخليها في الطرف الدائن واسمها الجديد إيه؟ أيوه أوراق قبض برسم التحصيل، أصبح اسمها أوراق قبض برسم إيه؟ التحصيل. لما البنك يحصل الورقة بالنيابة عني في تاريخ الاستحقاق بيضيف لي القيمة على إيه؟ على حسابي في البنك. فلما يجي لي إشعار إضافة من البنك يقول لي أنا حصلت لك قيمة الورقة وأضفتها لحسابك، يبقى في الحالة دي كلمة أوراق قبض رسم التحصيل ما عدلهاش وجود بقى خلاص، ما عدلهاش قيمة، فلازم ألغيها وأخليها في الطرف الدائن، مش كده ولا إيه؟ طيب إحنا بنراجع يا جماعة اللي فات، ما بقولش حاجة جديدة. وفي الحالة دي اللي هيدخل في حسابي البنك طبعًا قيمة الورقة المحصلة بعد استبعاد مصاريف التحصيل اللي بياخدها البنك، مش كده ولا هيجي لي في إشعار الإضافة إن إحنا أضفنا المبلغ ده لحسابك وخصمنا مبلغ كذا مصاريف تحصيل. طيب الاحتمال الثالث، قلنا لو أنا مستعجل وعايز قيمة الورقة مش قادر أنتظر حتى تاريخ التحصيل أو تاريخ الاستحقاق، في إمكانية إن أنا أروح أخصم أو أقطع أو أبيع الورقة لأحد البنوك، وغالبا بتكون البنوك اللي أنا بتعامل معاها وليا فيها حسابات، فبروح للبنك بقول له انا عايز اخصم او اقطع هذه الورقه، يعني اشتريها مني يا بنك، اديني فلوسها النهارده وحصلها انت في تاريخ الاستحقاق، ببساطه كده. يبقى برضه ساعه الورقه ما تخرج من عندي من المنشاه هسميها ايه؟ بنفس الاسم، انا ارسلتها للخصم هسميها اوراق قبض برسم الخصم، هتحل مكان اوراق القبض اللي موجوده عندي، يبقى حساب اوراق القبض هيتلغي، يبقى في الطرف الداين ويحل محله حساب اوراق القبض برسم الخصم. طيب قلنا لما بنبعت الورقه للبنك البنك بيدرس الموقف ويدرس حاله العميل ومركزه المالي وسمعته في السوق الى اخره، وبعدين يبعت لي اشعار يقول لي انا وافقت ان انا اخصم ايه الورقه وخصمت ها الورقه هتبقى بالقيمه الفلانيه، وبعد ما اخد انا كمان مصاريف ايه الخصم بتاعتي. وقلنا البنك يا جماعه يعني الورقه مثلا ب 50000 هتتحصل بعد 3 شهور 50000، مش هيديه النهارده 50000 بعد ما يخصم مصاريف ايه الخصم، يعني اللي هو هيدولي النهارده حاجه سميناها القيمه الحاليه للورقه. والقيمه الحاليه للورقه قلنا عباره عن القيمه الاسميه مطروحا منها مصاريف الخصم. مصاريف الخصم اللي هيحصل عليها ايه؟ البنك. طيب مصاريف الخصم بتتحسب ازاي؟ قلنا عباره عن القيمه الاسميه للورقه في معدل الخصم اللي هيحسبه عليا البنك في الفتره من تاريخ الخصم حتى تاريخ الاستحقاق. ساعة ما قلت للبنك خصم لي هذه الورقة يعني اديني قيمتها لغاية تاريخ الاستحقاق اللي هي الفترة اللي هينتظرها البنك حتى يحصل قيمة هذه الورقة. نحسب مصاريف الخصم نطرحها من القيمة الاسمية يطلع المبلغ اللي احنا سميناه القيمة الحالية اللي هيديها لي البنك في ايدي في تاريخ الخصم. ولما يجي لي اشعار من البنك يفيد موافقته على خصم الورقة يبقى في الحالة ديت يا جماعة اصبح برضو الحساب اللي انا فتحته في المنشأة عندي باسم حساب أوراق قبض برسم الخصم ملوش قيمة، وحسابي في البنك هيزيد بقيمة الورقة المخصومة بس بعد استبعاد إيه؟ أيوه بعد استبعاد مصاريف الخصم. ده كان الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع يا جماعة قلنا إن إحنا ممكن نستخدم الورقة التجارية في إن أنا أسدد الدين عليا، يعني أقوم بتحويل أو تظهير الكمبيالة أو السند الإذني. يعني انا رحت اشتريت بضاعه على الحساب، ما دي ورقه قبض في ايدي ممكن احصل بيها فلوس في تاريخ معين، رحت اشتريت بضاعه على الحساب فاصبحت انا مدين، وفي طرف اخر اللي اشتريت منه على الحساب هو الداين، وما اقول له ايه طيب ممكن تاخد الكمبياله دي او السند الاذني ده وتروح تحصلها انت في تاريخ ايه الاستحقاق من المنشاه الفلانيه، وهم ناس كويسين وهيسددوك المبلغ لما تروح لهم، فبوقع او على ظهر الكمبياله كده بما يفيد تحويل الورقه اليه وامكانيه ان هو ايه يحصلها. دي طريقه ايه اخرى. طبعا في الحالتين الاخيرتين اللي هم خصم او قطع الورقه لدى احد البنوك او تصدير او تحويل الورقه للغير، لما المدين المسؤول عليه ورقه يسدد خلاص قلنا لا نجري شيء في دفاترنا لانه سدد خلاص وما عادش فيه ايه مشكله. وقلنا برضو يا جماعه ما ننساش انه في حاله برضو الخصم والتظهير ان احنا نبيع الورقه للبنك او نحولها لغير، ده لا يعفي المنشاه من مسؤوليتها تجاه ايه الطرف الاخر اللي احنا ادينا له الورقه سواء كان البنك او الشخص ايه المحول اليه، نظل مسؤولين امامه حتى ايه يقوم بالتحصيل، ما حصلش هنشوف بقى ايه هنعمل ايه في محاضره النهارده. يعني رفض المدين السداد هنشوف نعمل ايه في محاضره اليوم. طيب
ايضا اتكلمنا في الاخر على قلنا لو المدين جه يطلب، المدين هو مسحوب عليه وقت القبض، جه وقال لي انا عايز ادفع بدري، هقول له لا؟ قلنا لا طبعا، خير وبركه، تعالى يا سيدي ادفع بدري، بس طبعا قلنا هيطلب ايه؟ خصم، مش كده ولا ايه؟ اذا احنا وافقنا فيبقى هناخد منه قيمه الورقه ونمنحه حاجه سميناها خصم مسموح به. دي كانت مراجعه سريعه مهمه الحقيقه قبل ما ندخل في محاضره ايه؟ النهارده. طيب احنا محاضرتنا ايه النهارده؟ هتركز بصفه اساسيه على عمليه بقى ايه؟ لما نيجي بقى في تاريخ الاستحقاق، احنا خدنا احتمال في المحاضره الماضيه انه المدين هيسدد، مش كده ولا ايه؟ لكن في احتمال اللي هو امتناع المدين عن سداد قيمه الورقه في تاريخ الاستحقاق. طيب نعمل ايه في الحاله دي؟ رحت للمدين في تاريخ الاستحقاق وقلت له لو سمحت انا كنت ساحب عليك كبدالة، او انت تعهدت ليا بسداد سند اذني في هذا التاريخ، من فضلك هات قيمه الكمبيالة او قيمه السند الاذني، فرفض السداد. نعمل ايه في الحاله دي؟ الاجراء الذي يجب ان يتخذ هو انه حامل الورقه، اللي معاه الورقه، مين اللي هيكون معاه الورقه يا جماعه؟ اما المنشاه لو كانت هي اللي هتحصل، او البنك لو كنا ارسلناها ليه للتحصيل او للخصم، او الشخص المظاهر اليه الورقه اللي هو الشخص اللي كان دائن لينا، يعني حولنا عليه الورقه، مش كده ولا ايه؟ يبقى اللي معاه الورقه هيعمل الاتي: هيروح لاقرب محكمه ابتدائيه تقع في دائره المدين، الشخص المسحوب عليه الورقه دوت او اللي هو تعهد بسداد السند الاذني، خلاص، ونتخذ الاجراءات القانونيه لاثبات رفضه سداد قيمه ايه؟ الورقه. وغالبا بيكون في مصاريف قضائيه بتسدد بندفعها. طيب طبعا احنا يا جماعه قبل ما نخش في المحاضره انا بحكي لكم ايه قصه المحاضره بتاعت النهارده، بحكيها لكم وبعدين هنشوف الشغل تاني واحده واحده خالص ايه مع بعض، يعني خلوني برضو ايه ناخدها كده سريعا وبعدين هبين لكم الحاجات على الشرايح. طيب يعني احنا في البدايه يا جماعه خالص كنا مثلا لو قلنا مثلا بعنا لمحلات الامل بضاعه ب 50,000 على الحساب، فقلنا من حساب المدينين، مش كده؟ اللي هي محلات الأمل 50,000 إلى حساب المبيعات، تمام؟ قلنا سحبنا عليهم بعد كده ورقة قبض، أنا براجع بس على اللي فات وندخل منها على جزئية النهاردة عشان إيه تتابعوا معايا لو سمحتوا. بعد كده سحبنا عليهم كمبيالة أو تعهدوا لينا بالسداد بسند إذني بعد مثلا 3 شهور، ففي الحالة دي خلاص يبقى حساب المدينين ده هو هنا يا جماعة مدين شخصي، هنا مدين إيه؟ شخصي. لما أسحب عليه كمبيالة أو يتعهد ليا بالسداد بسند إذني أصبح إيه؟ مدين تجاري، فحولت الدين من دين شخصي إلى مدين إلى دين إيه؟ إلى دين تجاري، يبقى القدر يبقى في الحالة دي هيبقى 50,000 قلنا من حساب أوراق القبض 50,000 إلى حساب المدينين اللي هي محلات الأمل. وقلنا لو احنا كنا بعنا في نفس اليوم سحبنا ورقة قبض أو سحبنا يعني كمبيالة وهو تعهد بسند ها عن طريق سند إذني، يبقى في الحالة دي على طول هيبقى القيد من أوراق القبض إلى إيه؟ إلى المبيعات. لكن من خلال القيدين دول هتلاحظوا ايه؟ كأني بالظبط لغيت حساب المدينين ده مع حساب المدينين ده، قلنا كأني موجب مع سالب، اصبح القيد في الاخر يا جماعه من حساب اوراق القبض الى حساب المبيعات، يعني ده فاتره انا بتقول ايه؟ ان انا بعت ها مبيعات على الحساب ب 50,000 وسحبت كمبياله او المدين تعهد بالسداد عن طريق سند اذني ب 50,000، وشرح القيد بيبين انها محلات الامل. طيب نيجي بعد كده في تاريخ الاستحقاق بعد 3 شهور. الاحتمال الاول انهم يحصلوا. خلاص؟ افرضوا ان انا كنت محتفظ بالورقه يعني. فرحت قلت لهم هاتوا قيمه سددوا نقدا، فاقول خلاص يبقى 50,000 من حساب النقديه 50,000 الى حساب ايه؟ ورقه القبض دي اتحصلت خلاص يا جماعه. ورقه القبض دي اتحصلت خلاص، يبقى لازم تتلغي. تتلغي ما عادلهاش وجود، ما عادلهاش قيمه، خصوصا لما يجي تاريخ الاستحقاق. ها؟ سواء اتحصلت الورقه او اترفضت لازم ايه يبقى في حل، اتحصلت خلاص بنلغيها، اترفضت برضه بنلغيها زي ما هنشوف. المهم
اتحصلت فيبقى هلغي الورقه دي. يعني ايه الغيها؟ يعني اخليها في الطرف ايه الداين، يبقى الى حساب ايه يا جماعه؟ الى حساب اوراق القبض. يبقى هتلاحظوا كده برضو اوراق القبض اهي في النهايه، اوراق القبض دي كانها في الدفاتر بتاعتي اتلغت دي مع دي. اصبح قدامنا بس ايه اللي فاضل يا جماعه؟ ها ايه اللي فاضل؟ اللي فاضل قدامنا فقط كاني بقول القيد بتاعي كانه في النهايه بقى 50,000 من حساب مثلا النقديه الى حساب المبيعات. خلاصه الشغل كله، بعت مبيعات على الحساب، سحبت ورقه قبض وبعدين حصلتها نقدا، يبقى كاني في النهايه بعت مبيعات ايه؟ نقدا. ادي فكره ان انا بلغي طرف مع طرف. بس كل حاجه لازم تتسجل في تاريخها، هي المحاسبه كده يا جماعه. طيب ده الاحتمال الطبيعي ان هو ايه؟ يسدد اللي عليه. طيب لو انا جيت بقى في تاريخ الاستحقاق ورفض المدين السداد، رفض المدين ايه؟ السداد، برجعه مدين تاني، برجع احول الدين بتاعه تاني من دين تجاري الى دين شخصي. واضح؟ يبقى هرجع اقول تاني من حساب المدينين محلات الامن تاني. كويس؟ وارجع احملهم بالمصاريف القضائيه انا دفعتها، وانا ذنبي ايه؟ مش كده ولا ايه؟ ارجع احملهم تاني بالمصاريف القضائيه. يبقى هعمل الاتي، هقول 50 ساعة ما رفضوا 50,000 من حساب محلات، من حساب المدينين اللي هي محلات الأمل 50,000 إلى حساب إيه؟ الورقة اترفضت، هلغيها برضو خلاص. جه تاريخ الاستحقاق ولم نحصلها، ما عادلهاش قيمة، ها، لأنه رفض السداد. يقول إلى حساب أوراق إيه؟ القبض. لغيت ورقة القبض ورجعته مدين تاني. طيب ال 200,000 اللي أنا إيه؟ دفعتها كمصاريف قضائية، طبعًا يفترض إن أنا سددتها مثلًا نقدًا، اتسجلت خلاص، أرجع أحملها على مين؟ أحملها برضو على محلات الأمل. هقول 200,000 أو 200 ريال آسف، 200 من حساب المدينين اللي هي محلات الامل، 200 الى حساب ايه؟ المصاريف القضائيه. طبعا ممكن نعملها في قيد واحد زي ما هنشوف، بس انا ماشي كده واحده واحده. يبقى المدينين دلوقتي محلات الامل اصبح عليهم 50,000 وكمان عليهم ايه؟ 200، وكمان عليهم 200. خلاص؟ طيب الحل ايه دلوقتي؟ هنيجي بقى عندنا احد حلين، اما ان هم يمتنعوا عن السداد بشكل نهائي، يعني نروح نكتشف انه المدين دوت اصبح معسر او توفى ولا يوجد مثلا في التركه ما يكفي لسداد الدين او قيمه ايه الورقه، او ان هو زي ما بقول ايه اصبح معسر ولا امل في تحصيل الدين، بناخد اجراءات اشهار افلاسه ونعتبر الدين دين معدوم. والحقيقه الجزئيه دي معالجتها بهذا الشكل محاسبيا هتكون ان شاء الله موضوع خاص في مقرر مبادئ المحاسبه 2. خلونا دلوقتي هناخد الاحتمال الاكثر شيوعا، وهو انه هنقول له طيب ايه الحل ايه؟ هيقول لي نجدد ورقه القبض، نجدد ورقه ايه؟ القبض. يعني يقول ادوني مهله كمان مثلا شهرين ثلاثه، ها هتعهد لكم سند اذن جديد، او اسحبوا عليا كمبيله جديده بالمستحق. اسحبوا عليا كمبيله جديده ايه؟ بالمستحق. ايه المستحق يا جماعه؟ لغايه دلوقتي حاجتين، قيمه الكمبيله الاصليه ال 50,000، وكمان ايه؟ ال 200 ريال المصاريف القضائيه. وهنقول له بس خلي بالك ده انت هتاخرني كمان شهرين ثلاثه، يعني هتحرمني من الاموال ديت كمان شهرين ثلاثه، فلو سمحت هنحسب عليك حاجه اسمها فوائد تجديد. فوائد تجديد من تاريخ رفض الورقه حتى تاريخ الاستحقاق الجديد بتاع الورقه ايه؟ الجديده. ويبقى هنحسب فوائد التجديد، هنشوف هنحسبها ازاي. عباره عن طبعا المبلغ نفسه اللي انا هيتاجل سداده ال 50,000 مثلا، مضروبه في فتره الشهرين او الثلاثه على 12 في معدل الفائده اللي احنا بنتفق عليه او يكون السائد في السوق، مثلا 5% 10%، هيطلع فوائد ايه؟ التجديد. ارجع برضو احملها على مين؟ على محلات الامل. يعني مثلا 500 ريال، يبقى 500 ريال من حساب المدينين اللي هي
محلات الأمل 500 إلى حساب فوائد تجديد أوراق القبض، من حساب المدين لحساب فوائد تجديد أوراق إيه؟ القبض. أو بصوا بقى كده حضراتكم معايا واضح قدامنا أهو، محلات الأمل عليها إيه يا جماعة؟ عليها دلوقتي عليها 50,000 قيمة الكمبالة الأصلية، وعليها كمان 200 ريال مصاريف إيه؟ قضائية، وعليها كمان 500 إيه الدفاتر بتقول أهو، كمان 500 اللي هي إيه؟ فوائد تجديد أوراق القبض، يبقى عليهم كله كام؟ 50,700. طيب هنسحب عليه كمبياله جديده مثلا، يبقى في الحاله دي هبدا احولهم تاني، بنكرر الكلام القديم، من مدين شخصي الى مدين ايه؟ تجاري بالمبلغ الكامل المستحق عليهم، يبقى 50,700. شوف بقى هعمل ايه؟ اقول من حساب، سحبت ورقه جديده، من حساب اوراق القبض 50,700 الى حساب مين؟ ايوه اللي هو المدينين لمحلات الامل. برضو انا يعني عايز اجيبها كده دايما قدامكم على شاشه واحده او شريحه واحده، هتلاحظوا ايه بقى؟ المدينين محلات الامل في الطرف المدين 50,200 و500، بقوا كام؟ بقوا 50,700 صح؟ طيب وهنا مرة واحدة في الطرف الداين ب 50 وكام؟ 700، كأن لغيت بقى ها؟ يعني كأن لغيت المدينين دول مع المدينين دول مع المدينين دول، مش كده؟ بإيه؟ مع الطرف ده. وبقى عندي اللي فاضل إيه يا جماعة؟ حساب أوراق القبض، ورقة جديدة سحبناها على المدينين ب 50 وإيه؟ و700. ونبدأ بقى ممكن نعمل معاها كل اللي إحنا عملناه قبل كده. ننتظر بعد شهرين ثلاثة لما نحصلها نرسلها للبنك للتحصيل، نرسلها للبنك للخصم، نظهر او نحولها للغير وهكذا. الجزء الاخير في المحاضره هيتكلم على اوراق الدفع، وهناخده بقى بشكل ابسط لانه هتكون خلاص فهمنا ايه اوراق القبض. اوراق الدفع يا جماعه ما فيهاش احتمالات تصرف، فالموضوع بتاعها هيكون ايه؟ هيكون ابسط. دي يا جماعه كانت مقدمه سريعه ها عن موضوع محاضرتنا ايه النهارده. تعالوا بقى نبدا مع بعض نشوف ايه محاضرتنا هتكلم عن ايه، ويعني معظم اللي احنا هنقوله احنا قلناه خلاص، بس هنشوف بقى مع بعض ايه واحده واحده وبالامثله. نبدا حاله امتناع المدين عن سداد قيمه الورقه في تاريخ الاستحقاق. قلنا هنعيد بقى نفس الكلام بسرعه، انه في حاله امتناع المدين عند موعد تحصيل الاوراق التجاريه امتناع عن السداد، يبقى حامل الورقه سواء كان الساحب او المستفيد او البنك او المظهر للورقه اللي معاه الورقه، انه يتخذ الاجراءات النظاميه عشان يثبت ان المدين امتنع عن السداد في تاريخ الاستحقاق، وهيسدد المصروفات ايه؟ القضائيه لدى الجهات المختصه. طيب هعمل ايه بقى؟ قلنا هنحمل المدين بحاجتين في الاول كده، اللي هي قيمه الورقه المرفوضه والمصاريف القضائيه. طيب يبقى في جميع الحالات هنرجع على المدين او المسحوب عليه الورقه بقيمه حاجتين، الورقه الاصليه بالاضافه الى قيمه المصاريف القضائيه، ونثبت توقفه عن السداد في دفاتري انا، واحول الدين بتاعه زي ما قلنا من دين تجاري الى دين شخصي، ارجع المدين مدين مره اخرى. كويس؟ طيب تعالوا بقى نشوف المعالجه المحاسبيه عشان نثبت امتناع المدين اللي هو المسحوب عليه الورقه عن ايه؟ السداد. ناخد المثال كده على نفس الحاله اللي احنا اشتغلنا عليها، فاكرين محلات الامل كنا ساحبين عليها كمبيالة 50,000 وكانت هتدفع بعد 3 شهور في 1/4 مش كده؟ بفكركم اهو، رفضت محلات الامل، رحنا نقول لهم ادفعوا، رفضوا السداد، ما عندهمش سيوله وعندهم اي مشكله. رفضت محلات الامل سداد قيمه الكمبياله المسحوبه عليها. بواسطه المنشاه بتاعتنا اللي هي كانت منشاه الهدى، كانت قيمه الكمبياله كام يا جماعه فاكرين؟ 50,000 في تاريخ الاستحقاق اللي هو 1/4. طيب وقد تم اتخاذ الاجراءات النظاميه بواسطة حامل الكمبيالة في ذلك التاريخ، لأن احنا هنشوف الموضوع ده في الأربع احتمالات. ها وتحمل اللي كان معاه الورقة، تحمل في سبيل ذلك مصروفات قضائية قدرها كام يا جماعة؟ 200 ريال. كويس؟ طيب تعالوا بقى ها بنأكد عليكم هنا إن المعالجة المحاسبية عشان نثبت التوقف عن السداد طبعًا هتختلف على حسب الورقة مع مين؟ معايا أنا كمنشأة ولا مع البنك ولا أنا كنت مظهرها ومحولها لطرف إيه؟ آخر. طيب
نشوف اول احتمال عندنا اللي هو كان الاحتفاظ بالورقة حتى تاريخ التحصيل. هعمل ايه؟ فاكرين في كل الاحوال يا جماعة قلنا هنلغي الورقة ونرجع المدين مدين مرة اخرى. والله كلام بسيط، بس انا عايز ايه، لو انت فاهم معايا او حضراتكم يعني سواء بقى طلبة او طالبات فاهمين معانا الموضوع وماشيين بنفس التسلسل بتاع المحاضرات، هتلاقوا الحكاية ايه ان شاء الله تكون بسيطة. هنلغي، هنرجع، فنيجي بقى في 1/4، هنرجع محلات الامل تاني مدينين، صح؟ هتظهر قدامنا ايه، من حساب المدينين الى حساب محلات ايه الامل ب 50200. 50000 اللي هي قيمه ايه يا جماعه؟ الورقه. وال200 اللي هي ايه؟ ايوه المصاريف القضائيه. تظهر قدامنا اهي، يبقى اوراق القبض اتلغت. هي بطبيعتها اصل، مش احنا قلنا انها من الاصول المتداوله، بطبيعتها اصل، فلازم تظهر في الطرف المدين اصل، مش كده ولا ايه؟ لما بلغيها عشان استبعدها احذفها، قلنا كاني بخلي ايه؟ سالب مع موجب، استبعدها اخليها في الطرف الداين. وادي المصاريف ايه يا جماعه؟ القضائيه في قيد واحد قدامنا، اثبات توقف محلات الامل عن السداد وتحميلها بالمصاريف القضائيه. قيد بسيط جدا، بس انا عايزكم بقى تخلوكوا ذهنكم واحنا بنتابع الثلاث احتمالات التانيين. الطرف المدين ده، الطرف المدين بيقول ايه؟ 50200 من حساب المدينين محلات الامل. خلي بالكم هيتكرر 4 مرات في 4 احتمالات. ده الاحتمال الاولاني مره اهو، هيتكرر معانا كمان 3 في الثلاث احتمالات الجايين. يعني في كل احتمال حكايه سهله ازاي؟ شفتوا حكايه سهله ازاي؟ منطقي، هو كده كده محلات الامل رفضت السداد، يبقى في كل الاحوال هخليها ايه؟ هحملها تاني بقيمه الورقه وقيمه المصاريف القضائيه. ففي كل مره في الاربع احتمالات الطرف المدين هيكون 50200 من حساب المدينين محلات الامل. الطرف الداين على حسب مين اللي كان عنده الورقه وهو اللي ايه؟ مين هو اللي عمل او سدد المصاريف القضائيه. نشوف الاحتمال الثاني، حالة التحصيل بواسطة ايه؟ البنك. قبل بس ما نشوف افكركم، هي الورقة اصلا لما انا ارسلتها للبنك للتحصيل غيرت اسمها، مش كده ولا ايه؟ وغيرت اسمها وخليته بدل ما هو كان اسمها اوراق قبض، اسمها اوراق قبض برسم التحصيل. يبقى لما الغي هلغي اوراق قبض برسم التحصيل، مش كده ولا ايه؟ طيب اهو، عند وصول اشعار من البنك وليكن في 5/4، يعني كان تاريخ الاستحقاق 1/4، البنك راح لمحلات الامل قال لهم سددوا قيمه الورقه دي اللي سحبها عليكم منشئه الهدى، رفضوا السداد. فالبنك بعت لي اشعار، قبل ما اوصل لي في 5/4 عرفت من الاشعار ان ايه؟ محلات الامل رفض السداد، والبنك بيقول لي انا قمت باتخاذ الاجراءات النظاميه وتحملت مصاريف قضائيه اللي احنا قلنا عليها كام؟ 200 ريال. يبقى انا في دفاتري اعمل ايه؟ هعمل الاتي، ان اول حاجه هرجع المدين مدين مره اخرى واحمل محلات الامل قدامنا اهو بالمبلغ اللي هو 50200 قيمه الورقه زاد المصاريف القضائيه. طيب مين هم بقى المذكورين دول؟ هلغي الورقه، صح ولا لا؟ هلغي الورقه لان ما عادلهاش قيمه خلاص، هي في دفاتر اسمها ايه؟ اوراق قبض برسم التحصيل، صح؟ لغيتها. طب وايه؟ البنك دفع 200 ريال، هو ذنبه ايه البنك؟ هو طبعا خصمهم من حسابي، مش كده ولا ايه؟ انه بعت لي اشعار، فعلى طول انا ببقى اروح مخفض حساب البنك في دفاتري. البنك بطبعه اصل، بطبعه مدين، اخفضه اخليه في الطرف ايه؟ الدائن. بقول ان ايه؟ حسابي في البنك نقص 200 ريال، اتخصم منه ايه؟ 200 ريال. وبرضه شرح القيد اثبات توقف محلات الامل عن السداد وتحميلها بالمصاريف القضائيه المدفوعه بواسطه ايه؟ البنك. واضح يا جماعه؟ طيب الاحتمال الثالث، لو احنا ارسلنا الورقه للبنك للخصم او القاطع او بعناها له، مش كده ولا ايه؟ برضه بفكركم، الورقه ساعه ما خرجت من عندي سميتها ايه؟ ايوه اوراق قبض برسم الخصم، اوراق قبض برسم ايه؟ الخصم. برضه البنك لما يجي يحصل الورقه في 1/4 من محلات الامل ورفضوا السداد هيتاخد الاجراءات النظاميه وهيتحمل المصاريف القضائيه اللي هي 200 ريال، مش كده؟ بس ناخد بالنا بقى، انا في الحاله دي ما بعملش عندي قيد لاثبات رفض ايه؟ محلات الامل السداد، لان ملكيه الورقه نفسها اصبحت ملك لمين؟ للبنك، لكن البنك من حقه ان يرجع عليا، مش كوني بعت له الورقه يبقى هو يتحمل مسؤوليه تحصيلها، لا، هو كل ما فيها ان البنك عمل لي خدمه ان اداني قيمتها بدري، لكن تظل عليا المسؤوليه برضو ايه؟ في الاخر تجاه ايه؟ البنك. يبقى بنيجي في 5/4 برجع برضو المدين مدين مره اخرى، مش كده ولا ايه؟ يعني دي ثابته معانا، هنقول 50200 برضه من حساب المدينين اللي هم محلات الامل. طب البنك ليه ايه بقى؟
البنك ليه في الحاله دي؟ البنك من حقه انه هتقولي لي طب فين الحساب او رقم برسم الخصم؟ هقول لكم ما هو انا اصلا لما جالي اشعار من البنك قال لي احنا خلاص وافقنا وخصمنا لك الورقه واضفنا القيمه لحسابك لغيتها. هي اصلا اتلغت من عندي اوراق قبض برسم الخصم لان الورقه خرجت وراحت البنك خلاص. انا يعني ساعه ما بتخرج ورقه القبض تروح للبنك الخصم بستبدلها بحساب اسمه اوراق قبض برسم الخصم، ولما تتحصل او لما البنك يعني يديني قيمتها، لما البنك يديني قيمتها ويحطها لي في حسابي بلغي ايه؟ كلمه او بلغي حساب اوراق قبض برسم ايه؟ الخصم. ففي الوضع دوت البنك يا جماعه ها ملوش ذنب، يبقى برجع المدين في دفاتر المدين مره اخرى ب 50 و200 كالمعتاد. طيب البنك اللي هو اداني قيمه الورقه اصلا له ايه؟ له ال 50,000 اللي هو كان يتوقع انه يحصلها في 1/4، وله ايضا ال 200 ريال اللي هو دفعها كمصاريف قضائيه، صح؟ طيب يبقى 50,200 الى حساب البنك. يبقى انا اثبتت في دفاتري ان محلات الامل مدينه بالمبلغ ده 50,200، وان البنك ايضا داين ليا. دفاتري بتقول كده، البنك داين ليا ب 50,000 وايه؟ و200، وغالبا بيكون خصامهم بقى في الحاله دي من حسابي لو كان ايه؟ في مبلغ في حسابي. اثبات توقف محلات الامل عن السداد ورجوع البنك علينا بقيمه الكمبياله والمصاريف القضائيه. نشوف يا جماعه الاحتمال الرابع، حاله تظهير او تحويل الورقه للغير. نفتكر مع بعض، احنا قلنا كنا تقريبا بعنا بضاعه او اشترينا بضاعه يعني محلات التوفيق ب 50,000 ريال، وفي الحاله ديت بدل ما نديهم الفلوس كاش اديناهم كمبياله محلات الامل عشان هم يقوموا بتحصيلها في 1/4. راحت محلات التوفيق لمحلات الامل قالت لهم ادونا قيمه الكمبياله دي اللي كانت سحبها عليكم منشاه الهدى، رفضوا السداد. رفضوا ايه؟ السداد. طيب في الحاله دي ما هو ذنب محلات التوفيق؟ هترجع عليا كمنشاه، صح؟ يبقى انا محاسبيا اعمل ايه في دفاتري؟ انا ساعه ما اديت الكمبياله لمحلات التوفيق قلت ما عادوش دايمين ليا خلاص. لا، بس لما محلات الامل ترفض سداد قيمه الكمبياله لمحلات التوفيق، يبقى انا اعمل ايه انا بقى كمنشاه هدى بقى؟ اعمل ايه في دفاتري؟ اعمل حاجه سهله قوي، ارجع المدين مدين مره اخرى كالمعتاد اللي هي محلات الامل، وارجع الدين دين مره اخرى اللي هي محلات التوفيق، صح ولا لا؟ تعالوا نشوف كده. يبقى بنقول يقوم المظاهر اللي هو محلات التوفيق، مظهر اليه الورقه بالرجوع على المنشاه اللي هو احنا ها بقيمه ايه؟ الورقه والمصاريف القضائيه. هو ذنبه ايه؟ هو ساعه ما محلات الامل رفضت راح الراجل اتخذ ها الاجراءات النظاميه وسدد مصاريف قضائيه 200 ريال. خلاص؟ فهيرجع لنا بقى تاني يقول انا ماليش ذنب. انا بعت لك بضاعه، دي محلات التوفيق بتقول لي انا كمنشاه هدى، بيقول لي انا بعت لك بضاعه ما خدتش فلوسي، وانت قلت لي روح حصل الكمبياله دي من محلات الامل، ولما رحت حصلها ما ادونيش حاجه، انا عايز فلوسي. فبقول له حاضر طبعا هنشوف ازاي. ها فبرجع بس محاسبيا بقى اعمل ايه؟ ارجع قلنا المدين مدين مره اخرى، وبعدين ايه؟ ارجع الداين برضه مره اخرى، وبعدين محلات التوفيق ادفع لها بقى حقها اللي هو ال 50,200، مالهاش ذنب، مش كده ولا ايه؟ طيب يبقى في يوم 5/4 لما رجع عليا مثلا المظاهر ايه الورقه اللي هي محلات التوفيق، قلت بثبت ايه؟ المدين مدين مره اخرى اللي هو محلات الامل، خلاص حفظناها، لازم ارجعهم مدين مره اخرى 50,200، وارجع محلات التوفيق تاني اثبت حقها من جديد، اثبت حقها من جديد. اهو كده قدامنا 50,200 من حساب المدينين اللي هي محلات الامل، 50,200 الى حساب الدينين اللي هي محلات التوفيق. وشرح القيد بيوضح اهو اثبات توقف محلات الامل عن السداد. الخطوه الثانيه ها محلات التوفيق بقى لازم ياخدوا حقهم، مش كده؟ افترض ان احنا سددنا لهم المبلغ نقدا، يبقى خلاص ما عادوش دائنين بقى، هرجع برضو ايه؟ الغيهم تاني. اهو حضرتك شايفين في القيد الاول محلات التوفيق في الطرف الداين، في القيد الثاني خدوا فلوسهم خلاص، لغيتهم خليتهم في الطرف ايه؟ المدين ب 50,200، ويبقى عندي الطرف الداين لو انا دفعت مثلا نقدا بقول الى حساب الصندوق اثبات سداد المستحق لمحلات التوفيق نقدا. طيب واضح يا جماعه؟ لغايه دلوقتي احنا حملنا ها محلات الامل المدينين بايه؟ بقيمه الورقه والمصاريف القضائيه، بس ما خدناش فلوسنا، مش كده ولا ايه؟ ما خدناش حقنا من محلات الامل. يبقى اكيد الخطوه اللي جايه هنتكلم عن ايه بقى يا جماعه؟ عن تجديد اوراق القبض. عن تجديد اوراق ايه؟ القبض. نقول له بقى طب نسحب عليك كمبياله جديده، مش كده ولا ايه؟ ها بايه بقى؟ قلنا بثلاث حاجات، صح؟ طيب بس قبل ما نتكلم عن ثلاث حاجات قلنا هنا في احتمالين يا جماعه. في ايه؟ احتمالين. ان انا الاقي المدين معسر ها
قلنا يعني او توفى او ما فيش امكانيه ان احنا نسحب منه او نحصل منه يعني قيمه الورقه، ها ده احتمال التاني ان احنا هنستبعده في الشغل بتاعنا دلوقتي. والاحتمال الاكثر شيوعا اللي هو الاحتمال الاول اللي قدامنا، اللي هو الاتفاق مع المسحوب عليه على سحب ورقه تجاريه ايه جديده. والاحتمال قلنا بتاع اشهار افلاس المدين واعتبار الدين دين معدوم، هيكون ده موضوعنا في مكان اخر. وهنركز اكتر على الاحتمال الاول اللي هو ايه، وافق المدين اللي هي محلات الامن في الحاله دي، وافقت ان احنا نسحب عليها كمبياله ايه جديده. طب نعمل ايه بقى في الحاله ديت يا جماعه؟ لما بنتفق على سحب كمبياله جديده غالبا بنحسب حاجه اسمها فوائد تجريد. نشوف كده، بيقول لي تم الاتفاق في 1/4 اللي هو تاريخ الرفض بقى، كان تاريخ الاستحقاق وفي نفس الوقت تاريخ رفض سداد قيمه الورقه، على تأجيل سداد المستحق عليها لمحلات الأمن، وافقت على تأجيل سداد المستحق عليها لمدة 2 شهر مع احتساب فوائد تجديد قدرها كام؟ 9% من قيمة الورقة، ونسحب عليهم كمبيالة جديدة بإجمالي المبلغ المستحق، زي اللي قلت في بداية المحاضرة، أصبح محلات الأمل هيبقى عليها 3 حاجات، قيمة الورقة، المصاريف القضائية، وفوائد التجديد. نحسب فوائد التجديد إزاي يا جماعة؟ سهلة خالص الحكاية، 50,000 اللي هي قيمة الورقة مضروبة في معدل فوائد التجديد مضروبة في المدة، لأن المعدل ده سنوي، يبقى المدة بتاعتنا اللي هي 2 شهر نقسمها على 12 هيطلع 750 ريال. يبقى فوائد التجديد كام؟ 750 ريال. يبقى الأول قبل بس ما أسحب عليهم كمبيالة جديدة، ها؟ الأول أثبت إن عليهم 750، لأن آخر حاجة دفاتري بتقول إن محلات الأمل دي، ها؟ كمدينين عليهم 50,200 بس. لسه ما اثبتش فوائد ايه؟ التجديد. يبقى في البدايه نثبت فوائد التجديد. نقول من حساب المدينين محلات الامل الى حساب فوائد تجديد اوراق القبض. اثبات تحميل محلات الامل بقيمه فوائد ايه؟ التجديد. وبعدين بعد كده اسحب الكمبياله بقى الجديده باجمالي المستحق. اجمالي المستحق عباره عن ايه يا جماعه؟ ثاني اهو قيمه الكمبياله الاصليه زائد المصاريف القضائية زائد فوائد التجديد، هيطلع الإجمالي المبلغ أو 50,000 زائد 200 ريال زائد 750 ريال، الإجمالي 50,950 ريال. طيب يبقى في 1/4 بقى اللي هو تاريخ اللي احنا سحبنا فيه كمبيالة الجديدة، هقول من حساب أوراق القبض ورقة جديدة خالص بقى، وألغي حساب ما خلاص بقى حولتهم من دين شخصي إلى دين تجاري تاني، مش كده؟ اللي هي محلات الأمل. إثبات الكمبيالة الجديدة المسحوبة على محلات الأمل. طيب في برضه جزئية كده بسيطة ممكن قوي في تاريخ ما رفضت محلات الأمل أتفاوض معاهم، أقول لهم أنتوا عليكم 50,000، طب ما تدفعوا جزء والباقي نسحب بيه كمبيالة جديدة، يعني مش لازم إيه تأجلوا كل المبلغ، قد يحدث في الحالة العملية، عشان كده بنغطي لكم كل الاحتمالات. فمثلا هم كان عليهم 50,000، افرضوا ان احنا قلنا لهم ايه؟ طب ادفعوا لنا نص الكمبياله بس. ها؟ والمصاريف القضائيه طبعا اللي انا عملتها، انا لازم اعمل اجراءات نظاميه ولازم اثبت امتناع المدينة اللي هو محلات الامل عن السداد عشان اثبت حقي، ها؟ لان جه خلاص تاريخ الاستحقاق. فممكن قوي يدفعوا لي مثلا نصف الورقه، ها؟ والمصاريف القضائيه، والجزء الباقي هو اللي نسحب بيه كمبياله ايه؟ جديده. سهله الحكايه. فبنقول في حاله اتفاق مع محلات الامل على سداد جزء من قيمه الورقه وسحب ورقه جديده بالباقي، يبقى الفوائد بتاعت التجديد هتحسب بس طبعا، ها، فقط على الجزء ايه؟ المتبقي. يعني مثلا نفترض ان احنا اتفقنا مع محلات الامل في 1/4 على تحصيل نصف المستحق عليها ايه؟ نقدا بالاضافه الى المصاريف القضائيه وسحب كمبياله جديده بالباقي تستحق بعد 2 شهر مع احتساب فوائد تجديد بمعدل 9% سنويا. طيب يبقى في الحالة دي المسدد نقدا كام يا جماعة؟ ال 25,000 زائد ال 200 ريال المصاريف القضائية، 25,000 هي نصف قيمة الورقة مش كده؟ ها؟ يبقى الإجمالي اللي هم هيدفعوه ال 25,200 ريال هحصلهم مثلا نقدا، يبقى من حساب الصندوق إلى حساب إيه؟ المدينين محلات الأمل. ما أنا دفاتري آخر حاجة بتقول إن هم مدينين بكام؟ ب 50,200 صح؟ أخفض حساب المدينين دوت بتاع محلات الأمل بالمبلغ اللي هم دفعوه اللي هو 25,200. اثبات سداد محلات الامل نصف قيمه الكمبياله المستحق عليها ايه؟ نقدا. كويس. طيب فوائد التجديد بقى تتحسب ازاي يا جماعه؟
المبلغ المتبقي اللي هم لسه لم يسددوه بعد، اللي هو 25000 ريال في 9% اللي هو معدل فوائد التجديد، في 2 على 12 المده بتاعه قيمه الورقه من تاريخ الرفض ها الى تاريخ استحقاق الكمبيال الجديده، يطلع المبلغ 375 ريال. تاني يبقى المستحق على محلات الامل ايه؟ عباره عن 25000 ريال زائد 25000 اللي هو النصف الذي لم يسدد زائد 375 اللي هي فوائد التجديد، يطلع المبلغ 25375. ده اللي احنا هنسحب بيه كمبياله جديده. يبقى القيد بتاعي الاول اثبت ان انا بحملهم بفوائد التجديد، اقول من ها 375 ريال من حساب المدينين محلات الامل الى حساب فوائد تجديد اوراق ايه؟ القبض، اثبات تحصيل محلات اثبات تحميل محلات الامل بفوائد التجديد. والقيد الثاني ان انا سحبت عليهم كمبياله جديده بالمبلغ المتبقي والفوائد، يبقى 25375 من حساب اوراق القبض، 25375 الى حساب المدينين محلات ايه؟ الامل. وشرح القيد بيبين كل حاجه اهو، اثبات سحب كمبياله جديده بباقي المستحق على محلات الامل. دي يا جماعه كانت اوراق القبض. تعالوا بقى ايه؟ ما تخافوش، اوراق الدفع مش هناخد فيها كل اللي احنا خدناه في اوراق القبض ده، هتكون ايه؟ مختصره. بس هتبقى اسهل لانها الوجه الاخر للعمله، مش كده ولا ايه؟ العمله ذات وجهين، وجه اوراق قبض لما ببيع، وجه اوراق دفع نوتس بيبل ها بيبل ها قدامنا على السبوره اهي ها نوتس بيبل اللي هي لما بايه؟ لما بنشتري على الحساب. وفي الحاله ديت لما بنشتري على الحساب ها يعني بنأجل السداد، قد يسحب الطرف الاخر علينا ايه؟ ورقه تجاريه ها قد تكون كمبياله او سند اذني، بنسميها اوراق دفع، وقلنا بتظهر ضمن الخصوم ايه؟ المتداوله. بنقول اهو تعتبر الاوراق التجاريه المتمثله في الكمبيالات والسندات الاذنيه التزامات على المدينين. احنا بقى كمنشاه اصبحنا مدينين بقى في الحاله دي ها، وتعتبر اوراق الدفع ها من وجهه نظرنا كمدينين دي التزامات علينا بتظهر ضمن الخصوم المتداوله. ناخد كده مثال بسيط، مثال بسيط. احنا كمنشاه هدى اشترينا بضاعه من محلات التوفيق بمبلغ كام؟ 60000 ريال على الحساب في 1/1/31، وفي نفس التاريخ قبلت المنشأة كمبيالة لأمر محلات التوفيق تستحق السداد بعد شهرين في 1/3/31، بعد شهرين. وقد قامت المنشأة بسداد المستحق لمحلات التوفيق في تاريخ الاستحقاق. حكاية بسيطة خالص يا جماعة، حكاية ايه؟ بسيطة. دي عملية مشتريات عملناها قبل كده كتير، محدش يقول انها حاجة جديدة. اشترينا بضاعة على الحساب ها وفي نفس التاريخ اتسحب علينا ايه؟ كمبياله. يبقى في الحاله دي على طول بقى اشترينا، هنقول من حساب المشتريات، حد مش عارفها دي؟ طيب، واوراق الدفع عكس اوراق القبض، دايما اوراق القبض كاصل بنثبتها في الطرف المدين، اوراق الدفع كالتزام او كخصم بنثبتها في الطرف ايوه الداين. طيب، يبقى القيود بتاعتنا يا جماعه في تاريخ الشراء بقى وقبول الكمبياله هنقول ايه؟ من حساب المشتريات الى حساب اوراق الدفع. حساب المشتريات الى حساب ايه؟ اوراق الدفع. اثبات قبول كمبياله لصالح محلات التوفيق تستحق السداد في 1/3 ها مش كده ولا ايه؟ 31 يعني بعد شهرين. طيب، جينا بقى في تاريخ الاستحقاق ودفعنا قيمه ايه؟ الورقه نقدا، يبقى اجي في 1/3 انا سددت مش كده؟ يبقى حساب الصندوق هيكون في الطرف الداين، سددت نقص، عملناها كتير قوي قبل كده ها؟ و اوراق الدفع ما عادلهاش قيمه خلاص، انا بثبت ان انا سددت دفعت اللي عليا، بلغي الورقه قدام حضراتكم اهو على الشاشه، هتشوفوا شايفين ايه معايا ها؟ انه اوراق الدفع في القيد الاول في الطرف الداين كنت بسجلها بقول انا عليا التزام، في القيد الثاني سددت الالتزام فلغيتها خليتها في الطرف ايه؟ المدين ها؟ يبقى اوراق الدفع سجلناها في القيد الاول ولغيناها في القيد الثاني، اثبات سداد الكمبياله المستحقه لمحلات التوفيق نقدا. طيب، نيجي برضو في احتمال، في احتمال ان احنا كمنشاه نمتنع عن السداد لاي سبب من الاسباب، لا تتوفر مثلا لدينا السيوله المناسبه في هذا التوقيت. في الحاله دي نعمل ايه؟ الورقه خلاص يا جماعه طالما جه تاريخ الاستحقاق بتاعها واحنا لم نسددها ما عادلهاش قيمه، فبرضو الطرف الاخر هيروح يتخذ الاجراءات النظاميه وهيدفع مصاريف قضائيه وهيرجع عليا بيها، مش كده ولا ايه؟ فانا بقى في الحاله دي لازم ارجع تاني ها محلات التوفيق دائم مره اخرى، مش كده ليه؟ هرجع
محلات التوفيق دائن مرة أخرى، وأثبت برضو أحقيتهم في المبلغ اللي هو 200 أو هنا 300 ريال في المثال بتاعنا ده كمصاريف قضائية. نشوف كده، يعاد إثبات دائنية الدائن مرة أخرى ورجوعه على المنشأة بالمصروفات القضائية والتي بلغت فرضا 300 إيه؟ ريال. يبقى القيد بتاعي في الحالة ديت في تاريخ الامتناع عن السداد اللي هو 1/3 مش كده؟ هقول إيه بقى؟ أرجع الدائن دائن مرة إيه؟ مرة أخرى. طب وأوراق الدفع هلغيها، ما عادلهاش خلاص إيه؟ ما عادلهاش قيمة يا جماعة. أوراق الدفع في الحالة دي اتلغي تاريخها ولم تسدد، فبلغيها، هي أصلا ها كنا سجلناها في الطرف الدائن، نلغيها ونخليها في الطرف إيه؟ المدين، وأرجع الدائن دائن مرة أخرى اللي هي محلات التوفيق، إثبات عدم سداد الكمبيالة المستحقة لمحلات التوفيق. كويس. طيب والمصاريف القضائية اللي هو بلغني بيها برضه بثبت أحقيتهم فيها، فهقول أهو 300 من حساب المصروفات القضائية إلى حساب إيه؟ الدائنين اللي هي محلات التوفيق. يبقى كده دفاتري بتقول إن أنا عليا لمحلات التوفيق كام؟ ها؟ 60,300. طبعًا وارد برضه إن يحصل إيه؟ تجديد لأوراق الدفع. وبرضه ما زالت محلات التوفيق دينا ليا بالمبلغ ولا يوجد ما يثبت ها ان ليهم هذا المبلغ غير ان انا مسجل عندي بس، فهم برضه عايزين حقهم، فممكن قوي برضه اتفق معاهم انهم يسحبوا عليا كمبياله جديده او اتعهد ليهم بالسداد ها بسند ايه؟ اذني جديد، فنسحب ورقه جديده. بنقول بقى عند الاتفاق مع الدائن اللي هي محلات التوفيق على تجديد الكمبياله في تاريخ لاحق، بس برضه ممكن يحسب عليا فوائد ايه؟ تجديد، مش كده؟ هنثبت فوائد التجديد والكمبياله الجديده باجمالي المستحق. نفس الشيء بالظبط هتبقى برضه محلات التوفيق ليها ايه يا جماعه؟ قيمه الكمبياله اللي هي 60,000 زائد 300 ريال المصاريف القضائيه زائد فوائد التجديد اللي احنا هنحسبها على الشهرين او الثلاث شهور اللي احنا حسب ما هنجدد قيمه ايه؟ او هنجدد المده بتاعه سداد الورقه. مثال بسيط خالص، اتفقت المنشاه مع محلات التوفيق على تاجيل سداد المستحق عليها لمدة شهرين، قلنا لهم يا جماعة اصبروا علينا شهرين ها مش كده، وهندفع لكم قيمة ايه؟ الورقة مع احتساب فوائد للتجديد بمعدل كام؟ 8%. يبقى في الحالة دي تبقى القيود يا جماعة بالشكل التالي، نحسب الأول فوائد التجديد ونحمل نفسنا بيها نسبة أحقية محلات التوفيق فيها. فوائد التجديد عبارة عن ايه يا جماعة؟ قيمة الورقة 60,000 في 8% ده معدل سنوي في 2/12 المدة اللي هي من تاريخ الرفض حتى تاريخ تحصيل الورقة الجديدة، ده يطلع معانا 800 ريال. يبقى أسجل أحمل نفسي بال 800 ديت اللي هي من حساب فوائد تجديد أوراق الدفع إلى حساب الدائنين اللي هي محلات التوفيق. يبقى كده محلات التوفيق ليها يا جماعة ثلاث حاجات، قيمة الورقة وقيمة مصاريف قضائية وقيمة إيه؟ الفوائد، إثبات فوائد التجديد المستحقة لمحلات التوفيق. يبقى الورقة الجديدة عبارة عن إيه؟ قلنا الكمبيالة الأصلية زائد المصاريف القضائية زائد فوائد التجديد، الـ 60,000 والـ 300 وكمان الـ 800 اللي إحنا حسبناها فوائد إيه؟ تجديد، يطلع إجمالي المبلغ 61,100 ريال. يبقى برضه في نسبة بقى أحقية ها الدائنين اللي هي محلات التوفيق بورقه جديده بكمبياله جديده او بسند اذن جديد هنا ايه؟ فحساب الدائنين اللي اتجمع فيه دلوقتي حساب الدائنين محلات التوفيق اتجمع فيه يا جماعه 61,100، ارجع الغيهم. الغيهم لان حولتهم برضو من دائنين شخصيين الى دائنين تجاريين، يعني دائنين بورقه تجاريه. حولتهم من دائنين بدون ورقه تجاريه الى دائنين بورقه تجاريه، فبقول من حساب الدائنين محلات التوفيق الى حساب اوراق ايه؟ الدفع، اثبات قبول كمبياله جديده بإجمالي المستحق لمحلات التوفيق. طيب ده أو اللي احنا شفناه دي كانت المعالجة المحاسبية لأوراق القبض وأوراق الدفع. إيه بقى اللي مطلوب من حضراتكم ها حتى هذه المرحلة؟ أول نروح بقى للكتاب ونذاكر الأمثلة القصيرة المحلولة بالكتاب ها في الصفحات من 263 ل 268. الحاجة الثانية المهمة حل الحالة التطبيقية رقم 8/4 صفحة 269. الحاجة الثالثة في بعض أسئلة فيها تختاروا الإجابة عن طريق الخيارات ها صفحة 274 السؤال رقم 10، مجموعة فقط من النقاط هي اللي مقررة علينا
باء وجيم وهاء وواو وزين وحاء. حل السؤال ايضا رقم 11 صفحة 275 في الكتاب النقاط 1 و3. تعالوا بقى طبعا هنبدأ ان احنا ايه نحل الحالة التطبيقية رقم 8-4. بس الحالة دي بقى الحقيقة ايه عايزة شوية تركيز، فمحتاجة فنجان شاي. فلو سمحتوا تروح تعملوا كده فنجان شاي وتشربوه وتيجوا بقى كده عشان ايه نحل الحالة ديت مع بعض. بس برضو بعد ما تذكروا شوية من الكتاب وتذكروا الكلام اللي فات وتذكروا الامثلة ايه المحلولة اللي موجودة في الكتاب.